السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبر الديزل. اليوم الحصة تاعنا وين وائل إبراهيم المصري، وائل إبراهيم ويقال بأن فوزي لقجع يصول ويجول في أروقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم دون ردع. وزيد نقولها لكم ونعاودها لكم، على بالي بلي الهضرة يضر ناس بزاف، حتى الإعلام الجزائري تاعنا اللي دار شهرة يعني في 2017 2018 2019، خاصة يعني خوف من محاسبة أسيادهم على الفضائح في المال، على الفساد والصوالح، يعني وين ردوا هذا لقجع ديناصور، لقجع ردوا إشهار كبير درتوا هاللقجع هذا. ما كانوا في المغار، كانوا تاع الراجع، كانوا يظلوا يعايروا فيه، كانوا يظلوا يعايروا فيه الجماهير تاع الأندية تاع المغربية، كانوا يظلوا يعايروا فيه. أنا نقول لكم بصح حنا رديتوه، نتوما رديتوه زعما حاجة يعني ديناصور، والله لا رديتوه ديناصور. علاه؟ ماشي قضية صح، لا 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 لا، لو كان الشعب الجزائري لازم شوية على بالك بلي كيفاش رديتوه. علاه رديتوه؟ تهضروا على لقجع بزاف، توجيه الرأي العام. نقول لكم علاه، من أجل إخفاء الحقيقة وهي الفساد. ومكاش اللي يجي يهضر، كل شغل يجو يهضروا كأئمة في البلاطوات، كاش اللي يهضر الحقيقة، كيما نهار ضربة تاع كيسموه تاع زويزف، بنادم ما دار لا حملة انتخابية، ما دار والو، جاو كما ويعايروا في ليزافريكا بلي راهم يدوا الرشوة. شو الناس جات ضدنا هنا؟ الإعلام تاعنا هو اللي دار كلش، من أجل ماذا؟ من أجل إبقاء على مدرب فاشل ما كان والو، راك داوت مونجي، ومن أجل إخفاء يعني ملفات فساد اللي راه يكشف فيها والي صادي، وضربتو النحو وما هدرتوهاش. واو لله، واو لله، قلناش لا ولا ولا ياه. سمعوا تشوف، نسمعوا واش يتكلم هذا المصري. نتوما رديتوه، نتوما رديتوه على قدع على قدع على قدع، هو بروحو ما أمنش بروحو، هو بروحو ما أمنش. الإعلام تاعنا خرجوا لنا هذه كلمة لقجع، خرجوها ميتة، خرجوا هذه كلمة لقجع. كنا نقول لكم يا ودي هذا لقجع إلا راه مخوفكم جيبوا في 2020 قلت لكم لقجع كي راه مخوفكم، جيبوا راجل اللي قابلوه. الدولة جابت راجل تقابل باش يقابل هذا لقجع، ناظر الإعلام تاعنا ضروك لا، يخربوا من تحت، ما يتكلموش الحقيقة. قولوا لنا اسمعوا. هنختم بأهم القضايا اللي مطروحة على الساحة براحتنا خالص، براحتنا خالص. طيب ركز معانا يا شريف بقى كمان في الموضوع ده لأنه هيعجبك الحقيقة. مخرجنا شريف سلامة طبعا. كلكم طبعا شفتوا وتابعتوا الموضوع الخاص بمباراة اتحاد العاصمة ونهضة بركان في الكونفدرالية الإفريقية، نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية، والمباراة دي ما اتلعبتش لسبب أو لآخر. طبعا الكاف، أنا هجيب لكم من الآخر وبعد كده نتكلم عن التفاصيل الحقيقة. الكاف من الآخر قال أحقية قبل، بس ممكن ندي عنوان للموضوع ده، بحب أدي عناوين يعني. فوزي لقجع يصول ويجول في أروقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم دون رادع. ده يحسب ليه؟ ما يحسبش عليه على فكرة، بحساباتهم يعني. المباراة ما تلعبتش، المباراة المفروض كانت هتتلعب في الجزائر، المباراة ما تلعبتش لأنه ببساطة شديدة التيشيرت بتاع نهضة بركان عليه خريطة للمغرب، عليه خريطة للمغرب. الخريطة دي فيها جزء، فيها جزء عليه بعض الخلافات السياسية، مش موضوعنا خالص. الاتحاد الدولي حتى بيقول كده، مش موضوعنا خالص. الحاجة اللي فيها ريحة
سياسة، دين، عنصرية، أي حاجة من الحاجات، حتى بعض الإعلانات الخاصة لا يجوز، ممنوع، وبيتم العقوبة عليها بدرجات عقوبة قد تصل إلى حد الشطب وإيقاف قوي جدا وغرامات مالية كبيرة. حلو كده؟ عشان بس الكلام ما يبقاش مرسل. مادة من أحد مواد أو لوائح أو قانون الاتحاد الدولي لكرة القدم، يحظر تماما التمييز من أي نوع ضد بلد أو شخص عادي أو مجموعة من الناس بسبب العرق أو لون البشرة أو الأصل، الأنثى أو القومي أو الاجتماعي أو الجنس أو الإعاقة أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر أو التوجه الجنسي أو أي سبب آخر. كما هو أدرس لي فيديو قال لي الإمارات راهم معترفين، إمارات معترفين، إمارات إمارات كون يسيبوها نار 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 ودمار في شمال إفريقيا، ماشي غير الجزائر والمغرب، هاذيك كون يسيبوها نار نار في شمال إفريقيا. إمارات أكبر أكبر دو نقطة تاع دويلات صغيرة، هذيك خبيثة. يعاقب عليه بالتعليق، التعليق هنا مش يعني يعلق عليه، يعني يعلق موقفه أو الطرد. ممكن بس التيشيرت ده تجيبوا لي على الشاشة الكبيرة عشان أشوفه، لأن مش ده التيشيرت سبب الأزمة، لا مش ده التيشيرت الأزمة. ده التيشيرت البديل اللي جهزوه في الجزائر لنادي البركاني يلعبوا بيه، لكنهم رفضوا الحقيقة، مش هو ده. أظن القصة واضحة تماما. فاكرين القصة بتاعت أبو تريكة لما رفع التيشيرت وكان فيه تيشيرت تحتيه مكتوب عليه بعض العبارات، قال نتضامن مع فلسطين. عقوبة في مواقف كتيرة الحقيقة أنا أحاول أسردها لكم، لأن ده مهم جدا، لا علاقة بمواقف قديمة قبل كده تعامل فيها الاتحاد الدولي لكرة القدم بمنتهى القوة والوضوح. ليه؟ كرة القدم هي رياضة تنافسية في الآخر، ملهاش أي علاقة بأي توجهات دينية أو سياسية أو عنصرية أو عرقية أو إلى آخره، الموضوع منهي. وأكم من دول كانت بتستضيف بطولات حصلت على عقوبات بسبب أنها رفضت استقبال دولة أو أنه مش عارف إيه، والأحداث اللي من النوع ده كتيرة، الأحداث اللي من النوع ده كتيرة. الاتحاد الافريقي بيشترك في القصه دي، طبعا بيشترك فيها لانه المفروض يبقى عارف كويس قوي، بيراجع كل تفصيله. انا في اعتقادي ان الموضوع ده عدى من تحت ايده من غير ما ياخد باله، فبرضه مش هو ده. ما هو التيشيرت اللي عليه الازمه هو التيشيرت اللي عليه شكل خريطه المغرب مش مربع، يعني ده 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 علم المغرب عادي، ده ما فيش مشكله. جدل القمصان، ماذا تقول القوانين في وقعة المغرب والجزائر؟ الحقيقة هقول لكم بعض الحاجات كده. تنص المادة الموجودة في هذه اللوائح نسخة 2021 على التالي: لا يجوز ارتداء أو استخدام أي عنصر من أدوات اللعب أو الملابس أو المعدات الأخرى أو غير ذلك إذا رأى فيفا أنها خطيرة أو مسيئة أو غير لائقة أو تتضمن شعارات أو تصريحات أو صور سياسية أو دينية أو شخصية ما لا يلتزم بكامل قوانين اللعب. قبل كأس العالم للأندية 2012 الاتحاد الدولي لكرة القدم يحذر من استخدام الشعارات السياسية بعدم استخدام هذه الشعارات أو لافتات أو الاحتفال مع الجمهور بأي أمور يمنعها قانون الملاعب. الفيفا يؤكد أن قيام أي لاعب قبل المباراة أو أثناء عمليات الإحماء أو أثناء المباراة وبين الشوطين وعقد نهاية المباراة أو في المؤتمر الصحفي برفع إشارات سياسية بيده أو التلفظ بعبارات عنصرية وسياسية أو رفع أعلام أو الكشف عن قمصان تحمل عبارات سياسية أو دينية، العقوبات تبدأ من إشهار الكارت الأصفر وبعده الطرد من الملعب مع إمكان توقيع عقوبات لاحقة على من يخالف هذه التعليمات بتوقيع الغرامات المالية، ثم الإيقاف لفترة عن اللعب على الصعيدين المحلي والدولي، وأخيرا الشطب النهائي من سجلات ممارسي كرة القدم. شعارات سياسية تلغي مباراة الاتحاد السعودي وسبهان في إيران. فاكرين انتوا القصة دي؟ ألغيت مباراة في كرة القدم على بالنا بيها وعاقبوا نادي تاع أوزباكستان تاع إيران على بالنا بيها. أودي خليها
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بالجديد. ويمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله.